يجمع عودة معرض دمشق الدولي استعادة الكثير من الفعاليات نشاطها كمعرض الزهور يلي كان له مشاركة مميزة هالسنة بمعرض دمشق الدولي. لنحكي أكثر عن مشاركتهم معنا السيد معتز مصلي رئيس لجنة منسقي الأزهار بمعرض الزهور. يسعد صباحك أستاذ معتز. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك أستاذ معتز. بالبداية أستاذ خلينا نتعرف منك أكثر، يعني مع غياب معرض الزهور لفترة يعني لعدة سنوات، شو كان في فعاليات ومعارض بتنوب عنه؟ طبعاً هلا بغياب بالفترة اللي مرت فيها سوريا الأزمة خفف نوعاً ما معرض الزهور، صار في معارض تخصصية للزهور يعني بصورة خجولة نوعاً ما، ما إنه على هذا المستوى العالي الكبير بس تخصصي، يعني ممكن تروحي تلاقي فقط أزهار فقط نباتات ضمن بازارات أو مثلاً مشاركات بسيطة. بس هلا رجع الحمد لله تألق المعرض ضمن فعالية معرض الدولي. تمام، اليوم وقت رجع معرض الزهور مع ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، خلينا نحكي عن مشاركتكم، عن جناحكم وكيف حضرتوا له. هلا التحضير حقيقة كان من ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. هلا نحن هذا المعرض بالنسبة لنا ما هو معرض بقدر ما هو عرس جماهيري كبير، مثل ما تشوفي هذا عرس النصر، فدائما الأعراس لازم يكون فيها متواجد الورد. أكيد. لذلك المعرض الدولي نحن قررنا انه يكون فيه الواجهات هي عبارة عن زهور لتكون استقبال العالم لترجع قلق المعرض بطريقة حضارية نوعا ما. كان التحضير كثير كبير، تعبنا شوي، كان في ورشات عمل قائمة طبعا على رأسهم اتحاد المصدرين العرب، الأستاذ إياد محمد كان مواكبنا بكل لحظة، وزارة السياحة ما خفت علينا أي جهد لحتى يطلع هذا المعرض ناجح بكل أبعاده، زللنا كثير بصعوبات، الأستاذ عبد الباسط الخطاب كان من الأيادي البيضاء اللي ساعدنا كثير، عملنا ورشات عمل لنقدر نطلع المعرض بهذا المستوى. كمان بدنا نشكرك كثير أستاذ معتز يعني على هالورود الجميلة اليوم اللي أضفت صباحنا غير لمسة جميلة، يعني دائما النباتات الدمشقية وبيئتنا فيها الكثير من الأشياء الطبيعية والزهور الجميلة، لكن هل شفت في تفاعل بينكم وبين الدول أيضا لنجاح هالمعرض هذا؟ صراحة نحن ما كان غريب عن الدول العربية إنه كله كان حابب يشارك، بس الكثافة اللي شفنا نحن الطلبات قدمت للمشاركة بهذا المعرض أكثر ما كنا متوقعين، كان في أشقاء من السودان، أشقاء من لبنان، أشقاء من مصر كثير إجوا وشاركوا وجابوا حتى عينات من النماذج اللي هن بيمتازوا فيها، الورود اللي هن بيتميزوا فيها، الأزهار النباتات كان لها تواجد قوي بالمعرض، المشاركة الفعالة اللي شفنا منهم هي اللهفة والحماس كان مفاجئ بس مو غريب ابدا عنه. هذا الشيء حكي كله ساهم بانه يطلع هذا المعرض بالمستوى اللي شايفتيه. يعني اليوم شو هي ابرز الزهور يلي بنقدمها نحن كسوريين وانتم كمنسقي ازهار وخبراء بهذا الموضوع، شو هي اكثر الزهور والنباتات يلي بتقدموها خلال المعرض لتعبر عن سوريا؟ حقيقه نحن تقريبا جبنا كل انواع الزهور المتوفره، يعني هي زهور الموسم، بس كان في تألق دائم مثل كما العادي دوما هي الوردة الشامية. الوردة الشامية كان لها إقبال حتى اللي عم يجوا من برات البلد عم يسألوا عنها بصورة رئيسية. الزنبق البلدي اللي هلا احنا ممتاز فيه سواء بجماليته وبالرائحة اللي بتنبعث منه، الأشخاص عم تيجي تسأل عنه، في نباتات نحن مشهورين فيها مثل الحبا مثلا، في نباتات العالم عم تطلبها. هذا الحكي كان موسم وأرضية خصبة للأشخاص اللي متعطشين للفرح، متعطشين للشيء الحلو اللي بيرجعك لنكهة الوطن. فاللي صار انه كذا اشخاص حتى من يعني يجوا برات البلد عم ياخذوا شتول، عم ياخذوا شتول الورده الشاميه، شتول الياسمين الابيض، ياسمين البلد المشهورين فيه، ياسمين الدمشقي، فلاحظنا هذا الاقبال ونحن كنا سعداء جدا انه عم نلبي حاجات المواطنين بهالموضوع. يعني الزائر وقتها يمرق من قدام جناحكم قديش عم تحسوا في عنصر جذب كثير كبير لكل زوار المعرض لحتى يتوقفوا عند جناحكم ويتفرجوا على اهم الشتايل واهم الوردات اللي انتم عارضينها، قديش بالفعل حسيتوا انه في اشخاص عندهم معرفه بانواع الورود والشتايل اللي يمكن حتى المنزليه ايضا وحبوا كمان يقتنوا لإلهم منها؟ حقيقه هلا في اشخاص كثير كانت تنطر المعرض من السنه للسنه، يكون عندها استفسارات كثير ما حدا بيلبيهم عنها، هلا لانه ممكن يروحوا على مشتل او على محل ورد واحد. هلا بالمعارض مثلا بيكون في كثير عده مختصين، يعني انت ممكن تلاقي ما تلاقي طلبك عند شخص، شوفي عند الثاني. هلا دائما هو الصح وقت انت بتروحي لمعرض بتلاقي اختصاصات متعدده، بتلاقي اشخاص متعددين، ممكن انت تاخذي المعلومات اللي انت بتفيدك،
ومثل يمكن هي الكثافه الخمس سنين او ست سنين اللي قطعت فيها خلت الاشخاص اكثر بحماس لانه يسالوا لي يرجع على البلد. شفنا كثافه كثير كبيره كانوا مغتربين وراجعين بدهم يرجعوا يزرعوا مثلا عندهم مزرعه صغيره عندهم دراسات حابين يرجعوا يعملوها. حسينا انه كثير الاشخاص متعطشين لهذا الموضوع فعم يسالوا كثير وعم جاوب. احنا عم نعمل محاضرات شبه يوميه يعني للايضاح بهالموضوع. بالنسبه لتنسيق الزهور في اشخاص بتحب الورد بس ما بتعرف تمسقها، نحن عم نعمل الشكل يومي تعليم للاشخاص اللي بتحب تشارك بتنسيق الزهور. يعني حتى عم نلاحظ كثافه من الاطفال اللي عم يحاولوا انه يبتكروا شيء بموضوع الورد، نحن عم نساعدهم بهالموضوع. شو هي ابرز الفعاليات يلي عم تقوموا فيها يوميا بجناح المعرض تبعكم؟ هلا نحن عم نكون مثلا عم نوزع شيء من الورد الشامي اللي نحن مشهورين فيه من الزنبة، عم يكون مثلا في مشاركات الاطفال ضمن مثل ما حكينا تنسيقات زهور، هلا حيصير باذن الله موضوع اجمل تنسيقة زهور بتكون خلال فترة المعرض من المشاركين، حيكون في اجمل جناح، حيصير فعاليات على يومية تقريبا لنهاية المعرض، يعني حيكون نهايته بإذن الله حيكون احتفالية كثير كبيرة بهالمواضيع كلها. يعني مو بس عم تقدموا الورود الجميلة أيضا عم يكون في جو حماسي وبعض المسابقات، قديش هذا الشيء كمان يعني تم التخطيط له، أفكار جميلة وجديدة عم تقدموها ضمن المعرض. حقيقة المعرض يمكن وقت شفنا هذا الحماس من الأشخاص هذا الشيء حفزنا أكثر إنه لازم يكون على هذا المستوى، وقت أشخاص عم تقطع مسافات كثير كبيرة وعدد الكثافة اللي عم نشوفها أكثر من المتوقع بأضعاف. هذا الشيء بيحفزك انك تعملي شيء لائق بالاشخاص اللي اجوا مشانه، فهذا الشيء عم يحمسنا بشكل يومي يكون كل يوم في فعاليه، كل يوم في حماس، احيانا بنكون عاملين فعاليه نص ساعه عم تمتد معنا ساعتين او ثلاثه، هذا الشيء يعني بيحددوا الاشخاص الزائرين اللي عم تشوفي هي الحماس وهذا التفاعل الجميل بحفزك انك تعملي شيء للاجمل. يعني مثل ما بنعرف اي حفل او اي مناسبه دائما لازم تكون اساس الزينه فيها، اليوم انتم كمنسقي زهور خلينا نحكي واجهتوا اي صعوبات بموضوع الزهور او كانت كلها متوفره عنا بارضنا يعني ارضنا خصبه لتوافر الورود يلي ممكن هي ورود الزينه؟ تمام. هلا نحن في شيء عندنا محلي وفي شيء مستورد عم يكون، بس الغالبيه الطلب دائما على المحلي اللي راجع على بلده بده شيء من ارض بلده. صعوبات نوعا ما انه هي الكثافه نحن ما كنا متوقعينها، بالتالي نحن بيطلب منا تجديد يومي للاجنحه. هلا الورد دائما له خصوصيته، يعني كل الاجنحه ممكن تشوفيها ضمن المعرض، ممكن انت حاطه اشياء او معروضات لإليك وبتبقى معك طول فتره المعرض. بالنسبه للزهور تحديدا يومي يوم يعني دائما هذا الازهار القطف لازم تكون مجدده يوميا بحيث انه ما تدبل، يعني الورده وقت تدبل انتهت صلاحيتها. هلا هيدا يمكن نوعا ما صعوبه مع الجو الحار نوعا ما انه نقلهم بشكل يومي، بس برجع بقول لك الشيء اللي بيريحك وقت عم تعرفي شو عم يستناكي المساء والاشخاص اللي حتفرح بهالفعاليات، هذا الشيء بيعطيك حافز قوي انك هاي الصعوبات كلها تذلليها. هلا لكل يلي عم يتابعنا وحابب يعرف شو الشتله او الزريعه المناسبه للمنزل وبيقدر يحصل عليها بالمعرض، تعطينا بعض الافكار وبعض انواع الزهور؟ هلا الشيء اللي بدي اقول لك عليه انه دائما كل شخص عنده اي استفسار بموضوع الزهور انا بتمنى يحضر المعرض. ليش؟ لانه انت كل نبته لها خصوصيه، انت ممكن هون حتلتقي بمختصين تحكي له كيف طريقه مثلا في شيء عام للنباتات وفي شيء خاص. العام انه مثلا انت بدك تقتني اي نبته تعرفي حقيقه المكان اللي انت بدك تحطيه، ان كان بالمسطحات خضراء شو الشيء البيئه اللي بتناسبه، وان كان داخل المنزل مثلا في شيء لازم يتوفر دائما اللي هو عنصر الرطوبه، عنصر الهواء المتبدل، التيارات الهوائيه، الاسمده المتكرره. هلا في اشخاص بتجهل هذا الموضوع بتعتبر النبته جبناها حطيناها كبرت لحالها، هذا خاطئ، دائما في ثقافه التسمير، ثقافه الاخصاب للنبته دائما بصوره عامه. هذا الحكي ممكن هون يلاقوه اسهل من المحلات لانه هون في مختصين يعني حيساعدوهم بهذا المجال. انت ببساطه ممكن تيجي تقول انا عندي مساحه مسطح اخضر مثلا مساحته كذا متر، فحيساعدك باكثر من افكار وممكن يعمل لك مخططات، وهذا كله الحكي طبعا مجاني. بتشوفي الشيء بتشوفي كيف ممكن تزرعي، وبنفس الوقت في مختصين ممكن يقوموا على اعداد هذا الموضوع، يعني حتى يعملوا لك عينات ممكن تشوفي حتى نازل برامج على الكمبيوتر بهالخصوص بتشوفي كيف بدها تصير الارض عندك بعد زراعتك. تختلف اقتناء يعني هي سؤال عام انا عندي، بيختلف اقتناء الزهور للاشخاص اللي مثلا بيتهم كبير بيتهم صغير بيدخل له شمس ما بيدخل له شمس، يعني هي مشان ياخذوا معلومات العالم. هلا نحن اذا بدنا نوفر لكل نبته العناصر الاساسيه لازم تناسبها ما عندنا مشكله بشيء، ان كان كبير وكان صغير، بس ما انا يكون عندي كبير. هلا في اخطاء شائعه كثير اشخاص بيسالونا عنها بيقول لك في عندي نبته انا حاططها بغرفه الضيوف كثير تعبانه،
هلا اذا انت بتدردشي معهم شوي بتعرفي انه هاي غرفه الضيوف ما بيفتحوها غير وقت بيجوا الضيوف. يعني ممكن 3 ايام 4 ايام انت ما خطر ببالك تشوفي هالزريعه ان كان بدها تبديل هواء او بدها سقايه، ففي اخطاء بسيطه ممكن بس هي بتاذي النباتات، لازم دائما يراعيها. يمكن المعروف بعاداتنا وتقاليدنا ميسان ان اذا حدا بده يروح يزور اشخاص لاول مره ببيت جديد يمكن بياخذ معه شتله خضراء دلاله على الخصوبه وايضا الخير. كمان اليوم شو بتنصح الاشخاص اللي بدهم يقبلوا على هيك مرحله، شو ياخذوا معهم بزياراتهم؟ هي موضوع النبته الخضراء للبيت خاصه البيت الجديد للاشخاص المتزوجين جديد، هي هذا موروث قديم بالنسبه لنا، موروث تاريخي، يعني كانوا من اهل اول اذا بتشوفي كان مفروض البيوت العربيه بتلاقي دائما مزينه بنباتات. هلا كانوا في شيء بالبيوت العربيه اسمه سرداب، هذا اول ما تفتحي الباب لتصلي على الليوان هذا اسمه سرداب، دائما في عتبه خضراء بيقولوا لها بيحطوا نباتات خضراء. وكمان عندهم معتقدات سائله كانت انه اذا شخص سيء ممكن تغب النبته، دائما هي علم الطاقه بيكون الشخص السيء او الغيور او الحسود عنده طاقه وهاله دائما سلبيه، النبات اخضر من الانسان لحتى امتصاصه، فكان هذا الموروث انه نبته خضراء اذا كان في عين او حسد او كذا، فمشيت معنا. بس هي بصوره عامه حلوه، يعني ما في احلى من العرق الاخضر وقت بتاخذي لبيت بيعطيكي تفاؤل بيعطيكي طاقه ايجابيه، عدا عن هذا الموضوع الثاني اللي حكينا عليه. مثل ما قالت قريش بياخذوا احيانا كمان الاشخاص يا نبته خضراء او احيانا ورد، بتختلف الورد بين كل مناسبه ومناسبه من حيث الالوان وحيث الانواع؟ طبعا هلا المناسب عاده بالنسبه للورد في شيء اسمه بالاتيكيت، مفروض انك انت انا اذا بروح زورك اعرف شو الورد اللي انت بتحبيه. هلا اشخاص بيجوا زورك لاول مره ما بعرف كيف، فممكن انا استعين بصديق مشترك اللي شو الالوان اللي بتحبها، شو الشيء اللي هي بتحبه. احيانا ممكن انا اقدم لك ورد مثلا له ذات ريحه وانت بتتحسسي من ريحه معينه، فهذا خاطئ. هلا كيف ممكن انا اعرف اوصل للون اللي انت بتحبيه؟ ممكن اسال شو لون الفرش تبعك، شو لون سيارتك، معناتها بقدر افهم شو اللون اللي انت بتحبيه. انا وقت بدي اهديك شغله تحبيها، في اشخاص بتروح على محلات ورد بتقول لك انا بدي اخذ ورد اللي انا بحبه، لا هو غلط. وقت انا بدي اخذ لك ورد لك بدي اسال نوعا ما سؤالين ثلاثه لاقدر اوصل للشيء اللي انت يعني بتحبيه، بالتالي انت وقع الهديه عندك حيكون احلى من اني اجيبها على ذوقي انا، يعني كيف بدك تصير حتى يمكن عن جد بنجيب على ذوقنا. تمام، حتى بتكون محور حديث انه مثلا اذا انا سالت من برا لبرا مثلا قريش شو اللون بتحبه شو النوع اللي بتحبه وانا وصلت له، معناتها هي حتسال انه كيف عرفت كثير حلوه، هذا محور حديث يعني بيعمل تآلف اكثر بالزياره. تمام، بتكون الهديه لها طابع مميز. استاذ معتز خبرنا عن الالوان المناسبه لكل وشو انواعها؟ هلا هي عاده في الوان دائما نحن حنقول بالباب الاتيكيت، يعني مثلا انا عندي مناسبات مثل الاعراس، الاعراس دائما بتلاقي ابيض. هلا في كثير اشخاص بيقول لك ليش بعدكم على الابيض؟ ليش ما غيرتوا؟ هي اتيكيت تنسيق الحفلات تحديدا والاعراس على وجه الخصوص دائما بيندرج نحمل اللون الابيض. الابيض ليش؟ لانه دائما الزواج بيكون اول صفحه من مسيره حياه، ودائما الصفحات البيضاء هي اللي تكتب، يعني معناتها انا بدي اخذ ورد ابيض كنايه عن الصفحه البيضاء اللي ممكن العروسين هن بقى يبلشوا يكتبوها، فهذا بيعطي ايحاء لوني لحياه جديده. بس هلا عم يدخل له بعض الالوان، تدخيل بعض الالوان من باب الديكورات، يعني ممكن العروس تكون لابسه شيء مدخله شيء فستانه تنزل معها، بس نحن عم نحكي بصوره عامه كيف لازم يكون. تمام، تساليني شو الالوان اللي داخله. هلا في الوان مثلا اخذت كمان موروث تاريخي مثل مثلا لون الزهر، لون الزهر ممكن تفوتي انت بكريدور مشفى تلاقي لون زهر او بولين زهر، تعرفي تلقائيا حتعرفي انه هون في ولاده وصاحبه الولاده جايبه بنت، لانه اعطتك ايحاء لوني شو اللي صار. الازرق، الازرق كذلك انه جاي صبي. نرجع بنقول للموروث ليش انه الازرق؟ الازرق لانه كان من اول وقت بيجيكي صبي تروحي تجيبي له خرزه زرقاء. هلا صار ما عاد لائق انك تجيبي خرزه زرقاء، بيرجع بيقول لك من زمان هي العادات ما بطلت، صرنا طورت للورد الازرق، البوالين الزرقاء، الهدايا، الحرامات، ثياب البيبي اللي موشحه باللون الازرق، هذا كنايه عن الخرزه الزرقاء. يعني يمكن هي الموروثات نحن حافظنا عليها باللاوعي. بس هذا الصح، لانه دائما في كل يعني كل دول الشعوب بتلاقي في شيء عندها موروث وهي بتطور فيه. هلا نحن مثلا عندنا اللون الاصفر على سبيل المثال، ما فيكي تاخذيه لمريض لانه بيقول لك انه انت عم تفاول علي شحوب. علما انه بدول الغرب ما بياخذوا للمريض غير اللون الاصفر، اللون الاصفر لانه هو كنايه عن الشحوب،
كناية عن المرض، معناتها أنا عرفت أنك أنت مريضة، جبت لك وردة صفراء، معناتها أنا شاعر بمرضي، وكذلك عم بتمنى لك أنه هذا الورد مثل ما حيدبل الورد الأصفر حيدبل معه شحوبة. معناتها ومش شرط الإتيكيت باللون الأصفر يكون الوردة مفتحة كتير عشان ما تطول عند المريض، تعطيه حق كمان بيصير بلازمه بمرضه. بيصير هلأ في أشخاص تجيبي لهم شغلة مثلاً معينة بمرضه بتقول لك ذكرتيني يوم اللي كنت مريض المرضى الفلانية، فلذلك بتكون من باب الإتيكيت للمريض الوردة مفتحة كتير، يعني ما بتطول عنده. وكذلك أنت عم تتمني له أنه الوردة مثل ما حتدبل حيدبل مع شحوبك. فمثل ما قلت لك هذا موروث، يعني كيف أنت بتعرفي الألوان من السابق بس طورتيها بأساليب ثانية. تمام، يعني نحن بعد المعرض دمشق الدولي وبعد كل هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها، شو محضرين أنتوا كمنسقي أزهار إذا بتلصقوا مع بعض؟ عنكم فعاليات قادمة أو غير شيء؟ هو حقيقة هلأ بعد هذا النجاح اللي شفناه صرنا مطالبين بأن نعمل أكثر من فعالية. هلأ بإذن الله بعد المعرض ما عاد نوقف هاي الفعاليات، حتكون صورة مطورة دائما بس شبه تخصصية، يعني بالنسبة للأشخاص اللي مهتمين بالنباتات حينعمل شيء خصوصي بالنباتات. بالنسبة للأزهار في أشخاص بتحب الأزهار كتير بس ما كتير إلى خلق على موضوع النباتات، فحيصير شيء خصوصي للموضوع الأزهار، حيصير شيء مثل معاهد بسيطة لتعليم تنسيق الزهور. كتير أشخاص صادفناهم إنه نحن بنحب الورد كتير بس بنخاف من مع طريقة تعامله كيف بدنا نحافظ عليه. في أشخاص بتشعر بالذنب إنه نجيب ورد وتجنى عليه ما أعرف كيف عامله. فهذا الحكي كلياته نحن بدنا نطوره بإذن الله بعد فعالية هاي المعرض. أكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق وبصمة مميزة عم تقوموا فيها بهالمعرض بعروضاتكم وأنواع الأزهار اللي عم تقدموها والنبتات. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم أستاذ معتز موصلي. شكرا كثير لك أستاذ معتز. نتمنى كل الأشخاص يزوروا الجناح ليعرفوا معلومات أكثر من هالمعلومات يلي هلأ حكيت لنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.